من دوشه السوشيال ميديا كنا بنتكلم عليها، في عندنا قصتين مهمين جدا عاملين جدل من امبارح، وللاسف الاثنين بسبب سوء فهم بقى، بسبب عدم تقدير، مش عايز اقول سوء نوايا او نوايا سيئه تجاه الوطن، لان هي نوايا سيئه تجاه الوطن، بس يعني مش عايزين نقول، هنفترض ان هي سوء فهم. القصه الاولى قصه الهاشتاج اللي بقى رقم واحد في مصر والمنطقه العربيه كلها امبارح، وهو هاشتاج طبعا السوريين منورين مصر، والاطلاق المصريين ردا على دعوه من احد المحامين اللي دعا بمراقبه اموال السوريين في مصر. احنا اللي يهمنا في الموضوع مش دعوه الدعوه ومش دعوه المحامين، اللي يهمنا في الموضوع ان احنا رصدنا كم ومقدار الحب اللي بيحبه المصريين للسوريين، وتبص بقى على الكومنتات والحاجات، يعني معانا على الهواء ايه وبتفرج مع حضراتكم رد كمان اخواتنا السوريين على الحب ده وعلى تقدير الحب ده وعلى تقدير دور المصريين الصراحه في الموضوع. ويمكن شايفين كمان يعني فنانين ونجوم كبار موجودين، ده احمد السعداني تقريبا هو كمان اللي معانا على الشاشه بالزبط. يعني ناس كتير بدرت الحب لاخواتنا السوريين، وعلى فكره هي مش السوريين بس، كل الدول العربيه اللي ليها طبعا بعض الناس في مصر ايا كانت اعدادهم بيتعاملوا بمنتهى الحب ومنتهى التعاون، وان هم شعب زي شعب المصري بالظبط في كل الامتيازات. عايز أكد ده كمان إن مش أحمد خالد بيقول ده، ده سيادة رئيس في أحد مؤتمرات الشباب أما تسأل حاجة شبه السؤال ده عن إن ممكن السوريين في مصر أو بعض الجنسيات الأخرى ممكن بيحصلوا على فرص عمل ممكن يكون المصريين أولى بيها، سيادة الرئيس رد وقال لا، هما بيوفروا استثمارات في مصر وبيشتغلوا في مصر، كفاية إن هما ما بيطلبوش مننا حاجة. وقال ان انا بفتخر طبعا بالشعب المصري في كل الدول الاجنبيه اللي بيروحها في زيارات، ان احنا ما عندناش معسكرات لاجئين في مصر، ولكن كل الشعوب العربيه اللي موجوده في مصر بتتعامل احسن معامله زي المصريين بالظبط. بالظبط. وبعدين وجود السوريين في مصر يا جماعه مش جديد، ده تاريخ بيننا وبينهم، ودي بلدهم الثانيه، ومش عايزين ننسى يا جماعه اما مصر كانت في ازمه، كان بيتقال من دمشق هنا القاهره، احنا طول طبعا. الوقت بنقول مصر وسوريا، سوريا ومصر. احنا اول ما اخواتنا السوريين كانوا موجودين في مصر وكنا بنشوف الشباب والاطفال ولسه في سن المراهقة واقف بيبيع الحلويات أو الحاجات اللي مامته عملتها عشان يبقى بكرامته، وكنا دايما بنضرب بيهم المثل إن ده شعب شغيل بيحب الشغل، إيده في الشغل، ما بيحبش يبقى عالة على أي مكان هو فيه، فدي بالعكس إحنا مفتخرين بيهم كمان، يعني إحنا مبسوطين جدا، ويا ريت العدوى دي تنتقل للجميع في الحقيقة، اللي هو حب الشغل وحب الكفاح، إنه برغم الظروف الصعبة أنا مش عايز أبقى عالة على المكان اللي أنا فيه. فطبعا السوريين على طول منورين مصر، ومصر طبعا منورة بأهلها.